وإلى أغنى رجل في الصين جاك ما قال أنه يخطط لمغادرة موقعه العملاق علي بابا والانتقال إلى مجال التعليم، مؤكدا أنه سيخصص المزيد من وقته وثروته للأعمال الخيرية وإنشاء مؤسسة تحمل اسمه تركز على مجال التعليم. وذكر في مقابلة مع بلومبرج أنه اختار أن يسير على نفس نهج الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت.